اخيرا عايز في موضوع عايز اقوله لكم في مجلس اداره النادي الاهلي. ارشدنا النهارده بمجلس اداره النادي الاهلي والمهندس محمود طاهر كويس. وعلى فكره يا جماعه انا ناس كتير جدا بتسالني انت ساعات تختلف مع مجلس اداره الاهلي وساعات تختلف مع مجلس اداره الزمالك. ايوه وساعات اشجع مجلس اداره الزمالك وساعات احييه وساعات ابقى في ظهره وساعات ابقى في ظهر مجلس اداره النادي الاهلي. وكنت من المساندين جدا للكابتن محمود طاهر وانا اهلاوي مش زملكاوي بشجع الاهلي عشان الناس كل شويه تسالني السؤال ده. السؤال ده ملوش اي علاقه بالعمل الاعلامي ولا ليه اي علاقه ان انت تقول وجهه نظر خالصه لوجه الله بمنتهى الصراحه، لان ناس كتير ساعات تقول انت زملكاوي انت اهلاوي. لا انا اهلاوي وكنت مساندين للاستاذ محمود طاهر، ولكن نختلف دلوقتي مع مجلس اداره نادي الاهلي بشكل شديد جدا في مواقف معينه للصالح العام. للصالح العام دي انا وجهه نظرنا الشخصيه. مجلس اداره نادي الاهلي في موضوع زي ما قلت لكم، الموضوع ده قنبله موقوته، عدد كبير جدا من الجمهور بيستعد دلوقتي وبعت رساله للمهندس محمود طاهر. اذا لم يحضر المهندس محمود طاهر ومجلس ادارته لقاء الاهلي والزمالك القادم هتكون خط فاصل ما بين جمهور النادي الاهلي ومجلس اداره نادي الاهلي. وانا شخصيا اتضامن مع جمهور النادي الاهلي. انا شخصيا اتضامن مع جمهور النادي الاهلي، مع التراس، مع الروابط، مع الجمهور في الشارع، مع اي حاجه. على المهندس محمود طاهر ورفاقه مش عايزين نسمع كلمة أصل إحنا خارج البلاد. يعني كبيرة قوي، كبيرة قوي يا باشمهندس، كبيرة قوي مجلس إدارة نادي الأهلي. وعيب، عيب النادي الأهلي بيلعب قدام نادي الزمالك لقاء مهم جدا، لقاء كلاسيكو، نهائي مبكر، نهائي بطولة مبكر. أكيد هيكون هناك المستشار مرتضى منصور ومجلسه ومفيش جمهور، فأكيد لازم مجلس إدارة النادي الأهلي يروح يساند الفريق ويكون واقف قدام الناس وقدام العالم كله جايين يساندوا الفريق. الناس دي اللي جابتكوا وانتخبتكوا وقعدتكوا على الكراسي، فلازم تروحوا وتساندوا الفريق. كابتن حسن حمدي بإنجازاته بتاريخه بالكابتن محمود الخطيب اللي لما نسمع أساميه ونقوم نقف دلوقتي كويس، كانت الناس بتروح ماتشات الأهلي والزمالك. مش عايزين نسمع حد، لأن الحقيقة تردد جملة من فترة إن المهندس محمود طاهر ممكن يكون خارج البلاد أو الأستاذ أحمد سعيد أو مش عارف مين. يا جماعة الكلام ده ما ينفعش على المهندس محمود طاهر إن يحضر الماتش هو ومجلسه ويساند فريق النادي الأهلي. على اتحاد الكورة إن يوضب أو ينسق للماتش ده بشكل مختلف، لأن ممكن يكون فيه هناك خلاف أو اختلاف وجهات النظر ما بين مجلس إدارة نادي الأهلي ومجلس إدارة نادي الزمالك، وليس الأهلي والزمالك، مجلس إدارة نادي الأهلي ومجلس إدارة نادي الزمالك. فلازم يبقى القصة منسقة، دول قاعدين في حتة دول قاعدين في حتة، الشكل يخرج كويس قدام الناس، ولازم يحصل تدخلات من السيد الوزير والأستاذ جمال علام والناس تتحرك تهدي الأجواء كده عشان الماتش يطلع بصورة كويسة، لأن إحنا بنقول يا رب الدوري يخلص والدوري يعدي. دي أول موضوع. اللهم بلغت، اللهم فاشهد عشان الأمور تبقى واضحة.